كان عندي الموضوع عويص شوية بس. لولو فين؟ لولو لولو بتلعب، فأنا حبساها دلوقتي عشان بتعمل دوشة بقى فظيعة، فهبقى أجيبها لكم أكيد يعني. كده ليه؟ كده مظبوط ولا بيقطع برضو؟ هو معلش انا بس جالي تليفون عشان كده قطع، عشان كده البث قطع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صافي نورتي، انا دوختك معلش. طبخة سعيدة، مساء النور. منورة يا صافي، منورة يا أستاذة حبيبة. وعليكم السلام، قناة ابن سوريا. اه تمام يا صوفي، متشكرة يا حبيبتي. معلش هي كانت كل حاجة معلقة، كانت في حاجات كتير معلقة، فما تحرمش منك، ربنا يخليكي. طيب تمام. مطبخ سعيدة معاكم منورة. ايوه هو بس كان عندي مشكلة والحمد لله صافي ظبطتها معايا. الجروب جايين دلوقتي. ايوه طيب تمام ماشي يا صافي تمام. حبيبة كيتشن، سلام عليكم. وعليكم السلام ونادية، عليكم السلام. منوريني بجد وما تحرمش منكم. كيفك؟ أنا الحمد لله تمام بخير. هي لولو بس مكسوفة شوية انها تتكلم، بس هي بعد كده ان شاء الله هتبقى هتسمعوها كتير، لان هي اصلا مش بتبطل بقى مناكفة يعني.
نادية بنورك يا حبيبتي، ميرسي، ربنا يخليك يا رب. لكل الموجودين منورين، وميرسي جدا. ربنا يحفظها، ربنا يحفظك يا رب، متشكرة. هي حتى وانا بعمل اي حاجة لازم تيجي تشارك، يعني لازم تقولي اساعدت، يا كيف مش موجودة فاساعدت. بالتوفيق للجميع يا رب. والله الأجواء عندنا محبوسين وفي حجر بقى وكده، والموضوع للأسف يعني زايد شوية، بس الحمد لله يعني ده على كل البلاد. ربنا يا رب إن شاء الله يزيل الغمة دي عن الدنيا بقى كلها، لأنه دي حاجة صابت الدنيا كلها. فربنا يعافينا يا رب، ويبعد الوباء ده عننا كلنا إن شاء الله، عن كل الدول إن شاء الله يا رب. بس فطبعا ما فيش خروج بقى عشان بنخاف على الولاد وكده، فقاعدين، مدارس اتلغت والحمد لله كلنا في البيت، بنخرج بس للضرورة يعني. ماشي يا صافي يا حبيبتي، حرما مقدما إن شاء الله، مستنياكي. مطبخ أم رحمة، ما تحرمش منك يا حبيبتي، ربنا يوفقك إن شاء الله، متشكرة. شكرا حبيبة كيتشن، ربنا يستر علينا. أمين يا رب، أمين يا رب، أمين يا رب على الجميع، ربنا يستر على الجميع إن شاء الله. ايوه فعلا يا نادي، عندك حق، ان بعد العسر يسرا ان شاء الله. ربنا قادر انه في يوم وليله يزيل الوباء عننا ان شاء الله. أسلم على لولو يوصل إن شاء الله. لولو محرجة النهاردة إن هي تتكلم، هي رافضة إن هي تتكلم، بس أكيد يعني هتندمج بعد كده إن شاء الله. ينادي سوبر مان، ينادي سوبر مان عشان هاتي هاتي
يوميات ياسمين، عليكم السلام. أنا سندا عاملين إيه؟ لولو بتقول لكم انا لوسيندا وعاملين ايه. يبقى ربنا يخليكي. اتنين مسندة، اتنين مسندة، واحدة صغيرة وواحدة طويلة. واحدة صغيرة واحدة طويلة، انت والعروسة يعني. ايوه اه ايوه. هي بتقول لكم ان في اتنين لوسيندا، هي وواحدة كبيرة، هي وواحدة صغيرة اللي هي العروسة. ربنا يخليكم، شكرا. اسمها حلو، ربنا يخليك يا ياسمينة، ما تحرمش منك. والعروسة، أيوة. هي لوسيندا فرضة العروسة دي طول الوقت معانا في حياتنا يعني، فهي يعني معلش هي مفروضة علينا، معانا دي لوسيندا ودي لوسيندا، وطول الوقت لو اختفت لازم ندور عليها ونشوفها هي فين وكده. والله عندك حق يا ياسمينة، دي العروسة دي أهم من الهوا والمية، لأنه ممكن لو ما لقيناهاش يعني ممكن نقعد بالساعة ندور على العروسة دي عشان نعرف ننام، مستحيل إنها تنام من غير ما تكون معاها، حاجة صعبة، حاجة صعبة جدا يعني. أحيانا بتخيل إنها ممكن تنام من غيري أنا شخصيا، بس متنامش من غير العروسة، يعني العروسة دي فرد مهم في العيلة. اهو في شهود، في شهود في اللايف على العروسة، واللي بيحصل لنا لما ما بنلاقيش العروسة او بننساها او كده، فبتبقى صعبة جدا يعني، تبقى مناحة بقى في البيت. فهي حبيبة بنت اخويا، فعارفة ان احنا لما بنروح عند مامتي ونسيناها مرة فاتبهدلنا يعني. هي المواضيع لما بتتحكي بتضحك، بس لما بيبقى بقى وقتها بتبقى موترة يعني، احيانا بتوترني اللي هو مش هنعمل كل اللي احنا عاملينه ده عشان عروسة يعني، ممكن نعدي اليوم ننام من غيرها. لولو انت بتعملي ايه؟
بتعملي ايه؟ بفتح البونبونية. معاكي بونبونية؟ طب تديهم بونبونية؟ لا دي واحدة بس. اه انتي معاكي واحدة بس؟ معلش يا جماعة مش هتقدر تديكوا عشان هي معاها واحدة بس، هي معاها بونبونية واحدة بس، ف لو كان معاها أكتر كانت اديتكم، بس هي مش هتديكوا عشان معاها بونبونية واحدة بس. خالو حمادة بيسلم على لولو. خالو حمادة منور. هتدي خالو حمادة؟ طيب لوسيندا تدي خالو حمادة من البونبوني واحدة واحدة بس برضو؟ خلاص ولا حتى خالو حمادة؟ ما فيش تفرقة. النت ضعيف عندي ولا عندك يا بسمة؟ نورتي يا صافي. البث شغال تمام؟ طيب تمام. مروة عليكم السلام. تمام ولا يهمك يا حبيبتي. ماشي يا حسام تمام. بالهنا والشفا مقدما. بالتوفيق للجميع، ما تحرمش منك صوما مقبولا إن شاء الله. تمام براحتك واحنا مستنيينك إن شاء الله. طبعا ساسو في عالم لوحده. ياسين على الموبايل في موضوع تاني بقى، هو لوحده كده يعني عايش حياته في موضوع تاني لوحده.
ما بقاش فيه مدارس وما بقاش فيه اي حاجة خالص، وبقينا قاعدين كده. لا لولو تغني، ما مش هتبدأ، هي لسه مش يعني مش جاية معاها، وبعدين بتاكل البونبونية اللي هي مش راضية تديكم منها دي. عملتوا ايه في العيد اللي محدش خرج فيه ده؟ ايوه بيلعب فعلا ببجي. ياسين طول الوقت بيلعب ببجي. دوت غير وكمان محبوب. بص رامي الدلال رامي الدلال نجم اليوتيوب دواتير وتمن محبوب. دلوقتي من ساعة رمضان ولا احنا ولا اي حد خرج خالص. يا صافي ما تزعليش، ده عدم خروج جماعي، يعني كانت كل الاعياد في حد ممكن يخرج وفي حد ظروفه ما تسمحلوش ما يخرجش. فلا يعني السنة دي في عدل ومساواة رهيبة في الخروج، ما حدش خرج. يومياتي انا واولادي، نورتي، كل سنة وانتي طيبة، ربنا يخليكي. الحمد لله بخير. ايوه يا صافي معاكي. ايوه كل الناس بتتمشى من الاوضه تخرج للصاله، ممكن تلبس اللبس وتروح بيه، يعني تخرج لحد باب الشقه وترجع تاني. لولو الوقت ده دلوقتي من وقت رمضان ده متأثرة قوي برامز جلال، يعني تحس ان هو قدوة كده. تمام يا صوفي، هو في مش عارفة بقى ده صح ولا ايه، بس هو يعني في جروب على الواتس اللي حابب ينضم فيه يكتب الأرقام، الرقم بتاعه بالعربي، يعني زيرو كده بالعربي كتابة، مش أرقام يعني. الزهرة البرية عليكم السلام، يكتب بالارقام وان شاء الله صافي هتاخد الرقم وتسجله لو هو حابب ان هو ينضم لينا. احنا بنعمل اللايف يعني بنساعد بعض انه كل حد يطلع لايف بالدور، لو يعني اللي حابب يكتب الرقم بتاعه وصافي هتدخله في الجروب. يومياتي انا واولادي، بصي انا قلت اهو انه انتي بتقولي يا جماعه انا عايزاكم تدعموني، ادخلي اكتبي الرقم بتاعك لو انتي حابه تنضمي للواتساب، وصافي هتحطك انا دلوقتي اكتبيه على طول بالارقام كتابه بالحروف، يعني تكتبي الرقم بالحروف رقم الموبايل، وصافي هتاخده وان شاء الله تضيفك للجروب الواتساب، ومن هناك بقى هتعرفي التفاصيل وبنعمل ايه وكده يعني. صافي انا قلت اهو، وتابعي بقى الكومنتات دلوقتي وشوفي لو حد كتب رقم، انا برضو هقولك ان خدي الرقم وسجليه وضيفيها ان شاء الله. يومياتي انا ده كله متأثر فعلا، يعني هي طول وقت الاغنية دي دلوقتي بقى من بعد خلاص مش بتيجي في رمضان، فتقريبا بقى ادمان عندها انها تسمعها، فلازم نجيبها على الموبايل وتفضل بقى رايحه جايه بتسمع وتقول لنا، واحنا يعني هي بتسمع وبتسمعنا احنا كمان. استاذ عبد الله المطيري بيقول مين يتبادل معايا الحسابات، انا مش فاهمه، بس يعني منور يا استاذ عبد الله، بس انا مش فاهمه حضرتك قلت ايه. فلو حد فاهم او حضرتك تفهمنا تقصد ايه بالموضوع ده عشان انا مش فاهمه.
عايز الناس اوكي. صافي بتقول اهي بتوضح لنا، عايز الناس تشترك عنده وهو يروح لهم. ونادية كمان بتقول اظن التبادل والدعم. والله تمام يا استاذ عبد الله، يعني لو حد حابب في يومياتي انا واولادي بتقول ان هي محتاجة دعم، واحنا كلنا يعني اعتقد. ايوه بالظبط يا نادية، كلنا محتاجين. ربنا يسهل للجميع ان شاء الله، والكل يفيد ويستفيد يعني. ان شاء الله يا استاذ عبد الله، ان شاء الله. انا ما عنديش منتدى، فيا ريت الكل يسيب تعليق تحت في نهاية الفيديو، لان انا ما عنديش لسه، ما عنديش منتدى. طيب يا استاذ عبد الله، ياسمينة بتقول ان بلاش في كلام محظور ان هو يتقال، فيا ريت حضرتك شوف اي حاجة تانية بقى. وأستاذة نادية بتقول لك اللي بيحب يتواصل إن شاء الله بصدق يعني. يا رب يا نادية، إن شاء الله ربنا يوفق الجميع، وكلكم منورين يعني. ويا صافي مش عارفة أشكرك إزاي بقى، لازم أشكرك قدام الناس على المعلومات الحلوة يعني. ما تحرمش منك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ايوه استاذ عبد الله، صافي بتقول لحضرتك هنروح نعلق على اخر الفيديو، فكلنا هنقدر نتواصل لقناتك من هناك يعني. حضرتك روح علق على اخر على الفيديو، عشان انا ما عنديش منتدى، ومن هناك هنقدر نتواصل، نقدر نوصل للقناة يعني، كلنا هنقدر نوصل لقنوات بعض من هناك. حبيبتي يا صافي ربنا يخليكي. وانا مبسوطة جدا بمعرفتكم كلكم. وان شاء الله بقى نتقابل وتنوروا اسكندرية، ونتقابل ان شاء الله، بس لما الغمة دي تنزاح والناس تقدر تروح عند بعض وكده. استاذ عبد الله بيقول ان النهارده جت سياره وعطتهم عيديه. حضرتك في انهي بلد يا استاذ عبد الله؟ البلد الحلوه يعني، حضرتك اديتك عيديه، عربيه جت واديتكم عيديه، دي حاجه كويسه والله. انا مش فاهمة، ولا حضرتك كاتب حاجة معينة وانا مش فاهماها يعني؟ برضو لو حد فاهم برضو يقول لي. مش عارفة يعني حضرتك بتتكلم ده، مش عارفة.
تمام يا ياسمينة، تمام، مش ما فهمتش والله. خلاص تمام، نورتني يا استاذ عبد الله، متشكره. وان شاء الله بعد اللايف هشوف التعليق ان شاء الله. خلاص تمام، ان شاء الله ان شاء الله، متشكره يا استاذ عبد الله، نورتني. نورتي بالهنا والشفا. استاذ عبد الله، صافي بتقول لك ان هي عند اللي هي نوال تشانل، عند فيديو على فيديو الكورونا، اتواصل معاها من هناك. فعلا نورتينا يا مروه. يعني تسمعيني في صوت وصدى صوت لسه، بس المغرب أذن خلاص. الأكل ما عجبكيش ولا إيه؟ اه الأكل لسه بيتعمل. ما هو مش عارفة يعني، كانت في ناس بتتفاوض على العصر وكده. أنا مش هقول حاجة يا صافي، أنا هسكت أهو، عشان إيه يعني، مش هقول حاجة هنا بقى. وصحيح متأخر العصر، أيوه العصر. إحنا هنعتبر عشان خاطر مرة، هنعتبر إن النهاردة العصر، إن دلوقتي العصر، هنمشيها العصر عشان خاطرك. ده هيبقى سيم العصر ده، زي هونج كونج، سنغافورة. هيبقى بقى ايه، احنا بالنسبة لنا مروة نقول العصر على طول. صافي بتقول لك استاذ عبد الله هي سايبه تعليق في اخر فيديو، روح لها هناك علشان تقدر توصل لك. ايوه هي من امبارح مروه كانت مقرره انها هتعمل الهوت دوج بتاعك يا صافي، بس ما نزلتش بقى، فضاع عليها. انت بتاعت العصر، بتاعت العصر والمغرب وكل الاوقات. ايوه مكرونه بالجمبري بالوايت صوص بالهنا والشفا، انا بحبها قوي. صافي بتقول بس الخروج، ايوه الموضوع بقى صعب ومرعب، يعني الموضوع دلوقتي بقى صعب ومرعب فعلا. يعني
احنا اصلا اول مره تحصل في التاريخ، يعني من ساعه ما اتولدت تقريبا وبقيت بشوف البحر، عمري ما شفت طريق البحر في العيد بالمنظر ده. يعني ما فيش كائن حي، مش انسان، ده اي كائن حي بيقدر يعدي او يمشي على طريق البحر. كان مقفول تماما، وكانت تقريبا البلد في العيد، يعني اسكندريه في العيد كانت شبه صحراء. طبعا ده ما كانش بيحصل عمره في الصيف، عيد وجاي في صيف وكده، انه تبقى اسكندريه بالمنظر ده. يعني فعلا فعلا ربنا يحفظنا يا رب من الوباء ده. ايوه فعلا يا مروه، المشكله انه احيانا بنبقى مضطرين ننزل على الاقل مثلا لماركت او حاجه، يعني لازم هننزل، مستحيل هنعمل بيات شتوي، يعني حاجة صعبة جدا. يوميات عائلتي، مساء الخير على عيونكم يا حلوين، منورة، مساء النور يا حبيبتي، منورانا. أيوة فعلا فعلا فعلا، أول مرة نشوف جوامع مقفولة. المدارس، يعني احنا يعني من ساعة ما دخلت المدرسة عمر المدرسة ما قفلت كده وما امتحناش وكذا، يعني مش عارفة، يعني مش عارفة بجد ايه ده، وان البلد تقف تماما بالمنظر ده. مش البلد بس، ده العالم كله واقف. يعني حاجة لو حد كان ممكن ان هو يحكيها كنا هنقول له انت بتخرف، يعني مستحيل اللي بيتقال ده يكون صح. فربنا يا ربي يعافينا يعني، وقادر ربنا ان شاء الله يزيل عنا الوباء ده. يا رب يا مروة، ربنا ان شاء الله يزيل عنا الوباء ده ويسترها معانا يا رب ان شاء الله. اهم حاجة بس ان احنا لما نضطر نخرج نبقى واخدين احتياطاتنا، احتياطات زيادة عن اللزوم، يعني لان الوضع بقى فعلا مرعب. الكارثة ان الناس وهي ماشية في الشارع بقت بتخاف من بعضها. يعني لو حد كح ومشي في الشارع، كفيل انه يخلي الشارع كله يجري. لو حد عطس بيخلي الناس كلها تجري. فبقت حاجة دلوقتي فعلا فعلا مرعبة. أيوة ده أول لايف ليا، أيوة ده أول لايف، وأنا دوخت صافي لحد ما عرفت أطلع، كان عندي مشكلة يعني. أيوة فعلا حاجة توجع القلب، وموضوع الكعبة فعلا صح، عمرنا ما سمعنا فعلا ان تتمنع العمرة ويتمنع، وكمانها برضو الحج ما حدش عارف مصيره ايه، والناس اللي كانت دافعة فلوس عمرات دي ترجع لها تاني علشان مش هيقدروا يسافروا، دي صعبة جدا. اه والله فعلا، يعني حاجة صعبة لو بتحصل دلوقتي، حاجات احيانا بتبقى من صعوبة الموقف تبقى تقلب كوميديا. من اللي بيحصل في الشوارع بقت حاجة كوميديا. كل يوم ببقى يعني ببقى صاحية من النوم الصبح أقول يا رب أفتح كده وألاقي إنه مثلا بيقولوا إن خلاص الموضوع ده انتهى وعيشوا حياتكم عادي والدنيا بقت طبيعية وكل حاجة بقت طبيعية. بس للأسف بننام على 700، ننام على 700 نصحى 900، يعني بقى رعب بجد. فربنا يا رب يسهل ان شاء الله.
اه طبعا والله يا مروة بجد يعني متشكرة جدا. وانا قلت دلوقتي، هي انا قلت دلوقتي ان اللي حابب ينضم يكتب الرقم بالارقام بالحروف علشان تقدر صافي تدخلوا الجروب بتاع الواتساب لو حابين يعني ان يكون في تواصل بشكل اكتر بشكل اكبر. الناس سألوني فوق عشان ما فهموش وانا ما ردتش، وانتي كسلتي تكتبي. طب قوليلي. ده جروب الواتس، ده في جروب واتساب احنا عاملينه عشان نقدر نتواصل مع بعض ونظبط اللايف مع بعض، يعني كل حد بيبقى ليه ترتيب يعني. فانتوا اللي حابب ان هو يشترك على الجروب يكتب الرقم بتاعه، وصافي هتاخد الرقم وتدخله على جروب الواتساب. من جروب الواتساب بقى هيبتدي يعني هتبتدي تفهم الموضوع اكتر يعني، عشان طبعا في حاجات بتنفع انها تتقال وفي حاجات ما تنفعش انها تتقال. فهناك بقى براحتنا اي حاجة بنسأل عليها، اللي عنده معلومة بيقولها يعني بصراحة، ما حدش بيبخل. انا لسه داخلة جديدة يعني واتبسطت جدا معاهم. فإن شاء الله اللي حابب إن هو يشترك يكتب الرقم وصافي هتسجله على الواتس إن شاء الله. كده تمام يا صافي ولا في حاجة تانية؟ تمام. تعبتي على طول يعني، معلش. شوية إن شاء الله وهتعود إن شاء الله تتظبط بقى. ربنا يخليك يا رب. اه تقريبا انتوا قلتوا كده، بس هي ما ظهرتش تقريبا يعني، مش عارفة. اه انتوا تقريبا قطر الندى، انت قلتي تقريبا ان قطر الندى بعدية بس هي ما ظهرتش. والله لو حد يعرف، ياسمين بتسأل، حد يعرف احسن نوع فون للتصوير، فون للتصوير يقول لها. انا معرفش، بس انا بالنسبة لي معايا اس اس بلس وبصور بيه، هو كويس يعني، كاميرته كويسة وهو كويس. فان شاء الله لو حد معاه حاجة افضل او كده يقول لنا برضو نبقى فاهمين يعني. اه يا صافي انا لسه بقول ان انتي اه قلتي ان هي بعدية بس هي ما ظهرتش، ما مش عارفة بقى عندها ظرف او حاجة. صافي بتقول ان ياسمينة اللي بعدي، فكده اوكي انا معاكو تمام. وشوفوا لو حد عنده معلومة على موضوع الموبايل يقول لي ياسمينة يعني.
خلاص هي ياسمينة موجودة معانا هنا دلوقتي، وشوف بقى وإن شاء الله تبقى إن شاء الله بعدي. آه ابنها كان تعبان امبارح، ربنا يا رب يشفيه ويعفي عنه يا رب، إن شاء الله تكون بسيطة. أيوه هو دلوقتي أصلا التعب بقى مرعب، حتى لو حاجة يعني حتى لو حاجة عادية. الأسبوع اللي فات لوسيندا سخنت فجأة وما كنتش عارفة في إيه، فالدكتور رحت على الدكتور بقى، يعني حاجة صعبة فعلا فعلا. كل الناس اللي رايحة للدكتور مرعوبة، يعني عندها رعب فظيع، والدكاترة بتطلب تحاليل كتير وحاجات كتير تخوف أكتر. والحمد لله بقى فضلنا كده، وحقن كتير خدتها وكده، بس الحمد لله بقت أحسن. يا صافي بتقول لك ياسمينة هي مش عارفة موضوع الموبايلات، انا برضو نفس القصه، يعني مش بحب افتي، بس انا قلت لك اللي معايا، يعني انا معايا اس 8 بلس سامسونج، وهو من وجهه نظري كويس، فمش عارفه بقى لو حد عنده بقى معلومه صحيح يعني صحيحه يقدر يفيدك صح، ان شاء الله يرد عليك. الله يسلمك يا صافي، الحمد لله بقت أحسن كتير، اتظبطت الحمد لله. هي الأطفال يعني ممكن تنام تصحى تنام كويسة، تصحى الصبح تعبانة، فالحمد لله الحمد لله إنها بتبقى بسيطة. بس دلوقتي أصلا السخونية بقت بترعب، أي وضع سخونية بقى مرعب، مش اللي هو ندي خافض وخلاص، كان الأول ممكن ندي خافض وخلاص، بس دلوقتي لا بنخاف يعني. فهي ان شاء الله قطر الندى يكون ابنها بقى كويس ان شاء الله، ونطمن عليه، وربنا يا رب يشفيه ان شاء الله ويعفي عنه. مروة فطرتي ولا لسه؟ مروة بتقول مين اللي بعدي؟ هي كان المفروض ان هو ان اللي بعدي قطر الندى، بس هي مش ظاهرة. صافي بتقول ان ابنها كان تعبان امبارح، ربنا يا رب يشفيه، فصافي قالت ان اللي بعديه ياسمينة ان شاء الله. اهي صافي بتقول لك ياسمينة.
صافي، وانتي كمان من القاهرة؟ هي ياسمينة ردت وقالت ماشي تمام. مفيش حد معايا من اسكندرية. اه، انتي من القاهرة؟ ايه مروة، انا كده فاضلي 10 دقايق. بتقولي هي الساعة 8؟ اه، انا بدأت 7:10. هي ساعة؟ تمام، اوكي. خلاص تمام. هي صافي بتقولك ياسمينة شوفي انتي جاهزي بقى، عشان انا خلاص فعلا كده فاضل لي. لا تمام، انا معاك وخلاص كده. تمام وكده افضل فعلا. انا تقريبا كنت اعرف انها ساعتين، بس كده هيبقى احسن ان كل حد ساعة افضل يعني. هو كده الترتيب هيبقى ازاي؟ هيبقى مين اللي بعد ياسمين؟ هيبقى بعديها مين؟ ايوه صح فعلا. اه كده صح فعلا، انه كانت ساعتين بس في ناس مش هتلحق. صح، مروة اللي بعد ياسمينة. تمام ماشي اوكي. وبعدين برضو الافضل انها تبقى ساعة، يعني ساعتين حاسة ان هو وقت طويل على بعضه. ممكن لما يخلص العدد نرجع نعيد تاني، بحيث ان لو حد عايز يعمل حاجة او كده يقدر يعملها وهو اوريدي فاتح اللايف لحد، يعني لو حد فاتح الحفلة او كده. هي تقريبا ياسمينة، انتي بتقولي صافي بتقولي ياسمينة فين؟ هي ممكن تكون راحت تظبط بقى لما سمعتكم، فراحت تظبط لان هي قالت فوق ماشي تمام. هي ياسمينة بتقول لا انا معاكم. طيب هي صافي كانت بتقولك جهزي انتي، علشان انا خلاص قدامي تقريبا 5 دقايق او كده.
صافي معلش لما الوقت يخلص قولي لي علشان انا مش ظاهر عندي التوقيت. مش قادرة. ماشي يا صافي ما تحرمش منك يا رب. بالهنا والشفا يا مروة. تمام، هو انا كده خلاص فاضل لي ان شاء الله 5 دقايق وهنهي، وان شاء الله ياسمينة بعدي وصف ياسمينة. تمام ماشي. صافي أنا كده خلاص متهيألي صح؟ كده ساعة صح؟ نادية بتقولك احنا بنستنى مفيش مشكلة. ربنا يخليكي يا نادية ومنورة. طيب تمام انا خلاص كده هنهي، ومتشكرة جدا ونورتوني يعني. وبرضو اخر الكلام هقول لو حد حابب ينضم للجروب بتاع الواتس علشان تظبيط اللايفات وكده يدخل يبعت الرقم وان شاء الله هي هتسجله. طبخ بسيط مع خديجة، نورتيني وعليكم السلام ومتشكرة جدا. تسلمي يا صافي، ربنا يخليكي يا حبيبتي، واشوفك ان شاء الله بقى في الحفلة اللي جاية. سلام عليكم.